سلام عليكم البنات. السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم مع ليديليس دو جميله. اليوم حبيت نحضر معاكم ان غوسيت تاع الكعكعات بالطليه. فوالا، باش نديرو هاد لا غوسيت لازم منا لا فارين. انا لا فارين درت، حنديرو 3 كيلات تاع الفارينه، كيله تاع السمن. انا نحب نديرها بالسمن، كاين اللي يحب يديرها بالزبده ولا المارغارين. انا اليوم حبيت نديرها لكم بالسمن، تجي بزاف بنينه. الماء باش نشمخوا العجينه تاعنا لازم لي الماء. انا خلطت شويه تاع الماء مع الماء زهر باش ما يجيناش تخي فوغ، غير الماء زهر زدت له شويه تاع الماء. لازم لنا قرصه تاع الملح وزوج مغرفه تاع سكر ناعم سكر غلاس وشويه تاع لافاني. فوالا، هادو هما لي زانغغيديون تاعنا بور لا بات. ومن بعد باش نهضروا على لا فارس ديالنا. فوالا، نبداو على بركه الله هاد العجينه تاعنا. فوالا البنات، نبداو على بركه الله. ندير هذاك السمن تاعي هو الاول. فوالا، ندير معاه هادوك الزوج مغرفات تاع السكر غلاس لا فاني ونبدا نخدم هاد السمن تاعي مع السكر حتى تجيني اون بات فان ميلونج بيان ساهل. دركا ندير 3 لي ميزور تاع الفارينه تاعي. الفارينة تاعي اللي كانت ديجا مغربلة ودرتها وهنا 3، وندير هذيك القرصة تاع الملح تاعي او ميم طون ونكمل. ونعاود نولي لكم. فوالا حباباتي، من بعد مني لميت كامل العجينه تاعي، هاي لي كيفاش جاتني. فوالا درك انا واش ندير، نبدا ندير دي بتيت بولات هكذا نلويهم ونوزنهم. انا نديرهم قسمه 30 غرام، هذه بزاف كبيره. نديرهم 30 غرام باش من بعد ندير الحشو تاعها entre 15 و 20 ماكسيموم. فوالا هاي لك 30، نديرهم 30 غرام. فوالا نوجدهم كامل على افونس، نديرهم دركا. انا راني في الليل نوجد، درت لاباط تاعي دوكا باش غدوه الصباح كي نوض نلقاها روبوزي ونبدا تجيني فريمون. غير الخدمه سهله، نبدا غير ندير الكعكعات تاعي. نوجد كلش دوكا ونديرهم دون اون اسيات ونفيلميهم بابيي فيلم ونديرهم في الفريجيدير ونخليهم يروبوزيو الليله كامله.
اخواتي دوكا ولينا كي كملنا العجينه تاعنا ودرناها تروبوزي دوكا نديرو لا فارس. لا فارس لازم لي 3 كيلات تاع لي زاموند تاع اللوز وكيلة السكر وما زهر وشويه تاع القرفه. فوالا دون ان بروميير طون انا واش ندير، ندير شويه تاع السكر، هذاك السكر لا ميزور تاعي. فوالا نديرها كامل، ندير فيها شويه تاع القرفه. ابخي تقعد اختياري، اللي ما يحبش القرفه يقدر يدير يدير لافاني، انا حبيت ندير شويه تاع الاخر. انا واش ندير دوكا، نشمخ هذاك السكر تاعي بالماء زهر. عبالك باش نقول لكم هاد السر تاع هاد لافارس، كي تشمخي السكر تاعك من قبل. فوالا هاولي كيفاش يجي من قبل ما نبداو نديرو اللوز تاعنا. شمخي السكر تاعك وتشوفي كيفاش يدوب لنا هذاك السكر ويجي يجيناش فريمون. كي نخلطو هكذاك برك مع اللوز يجينا شويه يغزغز بوتيتر ولا. انا ندير له هكذا، نشمخو بالماء زهر وهكذا جيني كوم بتيت بات باش نبدا ندير اللوز تاعي. فوالا هاي ديك شوفي كيفاش جاتني. ودوك ندير 3 كيلات تاع اللوز تاعي، نخلطهم من الفوق. فوالا ونبدا نكمل نشمخ بالماء زهر تاعي بالعقل. وانا باش كي نحبو نديرو هادوك الحرابش تاوعنا تحسي بهم هاملك تلمو. فوالا سلميها برك دوكا. فوالا هايلك، فوالا هايلك حباباتي. دوك واش نديرو، نديرو حرابش تاع 15 غرام، بيسك درنا لي بولات تاوعنا 30 غرام والحرابش نديروهم قيس 15 غرام. هاي نبداو ونعاود نولي ليكم. فوالا حباباتي، من بعد اللي كملت لافاس كامل تاعي درتهم حرابش كيما هادو. فوالا ودوكا نديرهم نفيلميهم هما تاني ونخليهم مع العجينه تاعنا يروبوزيو. فوالا هكذا نعملك. واش نقول لكم، نخليوهم يروبوزيو وغدوه صباح ان شاء الله نبداو في الكيكات تاعنا. فوالا حباباتي، من بعد اللي خليت كما جو زيدي ايير جي ليسي ما بات سو روبوزي توت لا نوي هايمليك مع لي بودان تاعنا تاني تاع لي زاموند. ميتنون اون با كومونسي باش نديرو الكعكات دياولنا. فوالا انا خيرت هادو سام فاسيليت بوكو لو طراي، هاد لي هاد لي مول تقدري ديريهم غير هكذا باليد ولا ديريهم تاع سيليكون. يا بلوزور فريمون يا بلوزور شوا. انا اليوم جي شوازي نخدمهم في هادوما لي مول، يجوني كامل كيف كيف ويجو فريمون كاع شابين. فوالا نبداو. Voilà, la pâte a été depuis hier, elle s'est vraiment bien reposée. Elle a été une nuit entière. Voilà. On dirait que l'eau est à l'intérieur comme ça. Voilà. Thank you.
بلاتي مني درت البلاطو تاعي هم ليك تقبتهم كامل avec le cure-dent باش ما يتنفخوناش. maintenant j'ai mis mon four à 180 degrés نديرهم يطيبوا ونعاودو نولو باش نديرو لو غلاساج نوري لكم كيفاش نديرو لو غلاساج. هم ليك حباباتي الكعكات تاعنا من بعد لي طابو وطيبتهم ولا حمرتهم خرجوا شابين في الفوق. دركا نروحو نديرو الطليه تاعنا ولا دركا نروحو نوجدو لو غلاساج تاعنا. انا ديت هاد القيس هذا لو بتي فنجال تاعي لازم لي كيلا تاع الزيت كيلا حليب وكيلا ما زهر ونبداو نشفوها بالسكر غلاس. دونك فوالا ندير الزيت تاعي نزيد كيلا تاع الحليب وكيلا تاع المزهر فوالا دركا نخلطو هادوما لي زانغغيديون أونسومبل ونبداو نديرو الكلا السكر كلاص تاعنا حتى نتحصلو على أن ميلونج. فوالا السكر كلاص تاعي كنت ديجا غربلتو فوالا هادوك العجينه اللي درناها تاع الكعكات جاوني 50 دونك سي بور سا ندير هاد هاد الكيل تاعي باسكو يمفو فريمون دو بوكو دو غلاساج. فوالا الكلاصاج تاعنا دركا راني كملتو درتلو براتيكمون 1 كيلو 1 كيلو دو سكر غلاس. هاوليك ماتنا هاو كيفاش جانا نورمالمون يشد. دوك نديرو حبه نسيو نشوفو مي نورمالمون سي بون. فوالا انا نديرها هكذا نحاولو نمسوهاش باش تقعد بيان ليس من الفوق. هاوليك نقطروها شويه هكذا ونحطوها على انتيت غري باش تزيد. نديرو كيما نحبو. انا عندي لاباط هادية لاباط السكر حبيت ندير لهم دي فوي هكذا. يجو شابين فوالا هايلك. واش ندير لها حبينا نخلوها باسكو الطليه تاعنا خليناها بيضه ندير لها شويه تاع الجدو غي ماتنو دي جولد يخرج معاه الشباب هكذا. فوالا نحاولوا نحطوها فوق الحلوه تاعنا هكذا بلا ما تلصقيها باسكو الطليه تاعنا مازالت. فوالا هكذا كيفاش جاتني. نزيد واحده اخرى
حباباتي الكعكات ديالنا، دوك انا نكمل كامل الكعكات تاوعي نسكرهم ونعاود نولي لكم. فوالا حباباتي، من بعد اللي درنا الطليه وخليتهم نشفوا الكعكات ديالي، فوالا ها ملي ديكوريتهم هكذا، دوك نسي نحي لهم كامل هذيك الزياده هكذا. فوالا ام تي بو هذاك اللي كامل اللي زايد نقشروه. دوك ندير لهم شويه تاع هذاك لو بريون باش تجينا ناكري، نديرو غير شويه هكذا باسكو ديجا جي مي ان بو دو دوري سور ما فوي هكذا. فوالا حباباتي، ها ملي الكعكات تاوعنا كيفاش خرجوا لي، فوالا خرجوا لي بزاف شابين، الله يبارك، جاو شابين في البلون افيك لو دوغي ابخي لي كولور، كل وحده كيفاش حابه ديرهم. انا خيرت لكم اليوم هاد الموديل افيك لا نوفيل، هاديك فوي من سور لو كوتي. واش نقول لكم حباباتي، جاو بزاف شابين وجاو يشهوا. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى افيك اون نوفيل روسيت ان شاء الله، وما تنساونيش افيك لي لايك تاعكم ابوني اي بارطاجي، وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.